بسم الله الرحمن الرحيم، هنبدأ إن شاء الله دلوقتي نراجع المحاضرة السابعة. طبعا هبقى أنزل إن شاء الله البرتات دهيت. هي الفكرة كلها إن هي بالظبط نفس المحاضرات، ولكن الفرق اللي أنا شلت كل الإثباتات وإن أنا ممكن أضفت شوية صور بس توضيحية مش أكتر يعني. تمام، فبس هو هي طبعا نفس السلايدز بالظبط. خلينا نبدأ مبدئيا. إحنا كل اللي إحنا كنا قاعدين بنتكلم عنه في المحاضرات اللي فاتت إن إحنا دايما كنا بنتكلم على سيجنال، ولكن السيجنال ده هي كانت ان ايه سيجنال ان تايم، صح؟ احنا دايما احنا كنا قاعدين بنتكلم عن التي ده هي كانت هي التايم اللي هو بمرور الوقت السيجنال قيمها بتتغير، صح ولا لا؟ تمام. وبعدين اتكلمنا عن الكونتينوس تايم، واتكلمنا عن الديسكريت تايم وكل الكلام دوت، ولكن كان كل كلامنا اللي احنا كنا بنتكلم ان السيجنال ده هي موجوده ان ايه ان تايم. طيب الفكره بقى دلوقتي ان احنا عندنا مشكله. احيانا في بعض العمليات، بعض الاوبريشنز بتبقى معقده في التايم دومين. يعني زي ايه؟ زي الكونفلوجن على سبيل المثال. الكونفلوجن معقد بالفعل، يعني الكونفلوجن من الاوبريشنز اللي بتبقى معقده في التايم دومين، وبتبقى كمان مكلفه، يعني بتبقى اللي هي كوست، بتاخد ريسورسز كتير. وبالتالي احنا دايما بنكون عايزين ان احنا نقلل الكوست، نقلل الكوست بتاع الاوبريشنز. فقال لك طيب انت دلوقتي عندك عمليات معقده في التايم دومين، ايه رايك اللي انت تحوله لدومين تاني اصلا؟ تمام، تحول بدل ما انت كنت في التايم دومين، السيجنال اللي عندك كانت في التايم دومين، تحوله لدومين تاني اصلا اسمه الفريكوينسي دومين. وفي الفريكوينسي دومين هنلاحظ ان الاوبريشنز اللي كانت معقده في التايم دومين، واللي انا ما كنتش مثلا احيانا كمان كان في اوبريشنز ما اقدرش اعملها اصلا في التايم دومين، تبقى سهله في الفريكوينسي دومين. طيب يبقى ده موضوع حلو جدا، ولكن احنا برضو كان لسه محتاجين طريقة علشان نستخدم الطريقة ديت في ان احنا نحول السيجنال اللي عندنا من التايم دومين الى الايه الى الفريكوانسي دومين. جه واحد اسمه فورير. فورير قال لك ايه؟ اللي هو طبعا الشخص اللي احنا شايفينه ده. فورير قال لك ايه؟ فورير قال لك اللي هو انا عندي طريقة ان انا احول اي سيجنال وهي في التايم دومين الى الفريكوانسي دومين. ازاي يا عم فورير؟ فورير قال لي شايف السيجنال ديت؟ قلت له اه شايف. قال لي انت عارف ان السيجنال دي احنا ممكن نمثلها بمجموعة ساينز وكوزاينز؟ قلت له ازاي يا فورير؟ قال لي بص كده، انا عامل لك اختراع جامد. شوف كده هنا السيجنال دهيت دي، علشان انا طبعا ما اقدرش اجيب بسهولة كده، ما اقدرش اجيب مثلا هي المعادلة بتاعتها ايه، صح؟ يعني ما اقدرش اجيب الاكويجن بكل سهولة كده، ما اقدرش اجيب الدالة بكل سهولة. طب انا هعمل ايه؟ انا هستخدم مجموعة ساينز ومجموعة كوزاينز، هجمعهم على بعض. تمام، هجمع السيجنال زايد على بعض، هيجيب لي الايه؟ هيجيب لي الداله، يبقى او هيجيب لي الفانكشن. يعني قصده ايه؟ قصده ان اي فانكشن في العالم هي عباره عن مجموعه ساينز وكوزاينز، مجموعه فانكشنز ساينز وكوزاينز. تمام، وانا هستخدم فورير، يعني فورير هيستخدم الطريقه دي علشان يحول السيجنال اللي عندنا من التايم دومين اللي هي كانت هنا الى الفريكوانسي دومين. وبالتالي اللي هو لاحظ هنا ان هنا بقى ايه بقى الفريكوانسي انهرتز، اللي بقى هنا بقى الفريكوانسي، ما قعدناش دلوقتي في التايم، يبقى ده كان الثانيه الاولى الثانيه الثالثه، لا هنا احنا بنتكلم على ايه؟ هي مجموعه فريكوانسيز، مجموعه ترددات. ماشي؟ طيب وبالتالي فورير قال لك خلاص اللي احنا هنحول الايه السيجنال اللي عندنا من التايم دومين الى الفريكوانسي دومين. ليه يا عم فورير؟ عشان في شويه اوبريشنز بتبقى صعبه اللي انت تعملها في التايم دومين، ونقط ثانيه لسه هنناقشها كمان شويه. تمام، حلو جدا. عايزين بس ناخد شويه مصطلحات قبل ما احنا نكمل. يعني اول مصطلح اللي هو الفريكونسي، يعني ايه اصلا تردد؟ يعني ايه فريكونسي؟ احنا بكل بساطه انا بحدد او بقول انا في كام ويف هتمشي في الثانيه دي. يعني نفترض ان دي الثانيه الاولى ودي الثانيه الثانيه. تمام، عدت كام ويف؟ تقدر تقول مثلا ويف، خليها دي الثانيه الثانيه مثلا. تمام، عدت كام ويف في الثانية دهيت؟ هتقولي اللي هي ويف كاملة. حلو، طيب هنا عدت كام ويف؟ برضو ثانية. طيب الفكرة بقى اللي انت بتحاول تعمله هي ايه؟ اللي انت بتعد عدد الويفز اللي بتعدي في الثانية الواحدة، وانت لما بتعدها بتقدر اللي انت تعرف اللي انت بكل بساطة التردد اللي عندك هتبقى قوي ولا لا. يعني دي مثلا هاي فريكونسي، ففي اكتر من ايه، اكتر من ويف بيعدوا في نفس الثانية مثلا، لو احنا اعتبرنا ان دي الثانية الاولى ودي الثانية مثلا. اما هنا لا، هنا لو قلنا ان دي واحد وهنا اتنين، فهنا كم ويف عدت؟ واحدة بس، صح؟ هنا هتلاقي اللي هي نص ويف. يعني قصدي ايه؟ قصدي اللي احنا الفريكونسي بيتحدد عن طريق الايه؟ عن طريق النمبر اوف ويفز، عدد الموجات اللي بيعدي في الايه في الثانية الواحدة.
تمام، وبيتحسب بالهرتز ماشي. يعني ايه الامبليتود؟ يعني ايه قيم الامبليتود؟ هو الماكسيمم اماونت اوف ديسبيسمنت، يعني اكبر قدر من الديسبيسمنت، اكبر قدر من ابتعاد الويف عن نقطه الاصل. هنشوفها برضو كمان شويه هتبقى واضحه معانا اكتر. تمام، وطبعا التي اللي هي الزمن الدوري، الزمن الدوري اللي هو الزمن اللي بيستغرقه الموجه في ان هي تكمل ايه لفه كامله، او اللي هي تكمل ويف كامله. شوف كده مثلا هنا، يبقى ده الزمن الدوري اللي هو من اول هنا لغايه هنا مثلا. ده حاجات يعني كنا اخدناها زمان. المهم هنقدر نفهمها اكتر وبالتفاصيل لما نبدا اللي احنا ايه نحول وكده ماشي. طيب يبقى دلوقتي عرفنا الزمن الدوري التي اللي هو زمن اللي بيستغرقه اللي احنا نكمل ويف كامله، الفريكوانسي اللي هو عدد الويفز اللي بتعدي في الثانيه الواحده، الامبليتيود هو اقصى مقدار من الديسبليسمنت، يعني اقصى مقدار ابتعاد الموجه عن نقطه الاصل ماشي. حلو جدا، يبقى ده بس شويه مصطلحات عرفناها. اللي بقى دلوقتي احنا عايزين نحول السيجنال بتاعتنا من التايم دومين للفريكوانسي دومين. فقال لك انا عايز اسالك دلوقتي على اكتر من حاجه. اللي هي ايه اكتر من حاجه؟ اول حاجه انا عايز اعرف نوع السيجنال اللي احنا بنتعامل معاه. فانا هقول لك لا، خلي بالك احنا قعدنا نتكلم على السيجنال، احنا قعدنا ليها انواع كتير قوي وليها تصنيفات كتير. يعني كان ممكن مثلا نصنف الموجه على انها بريودك ولا نون بريودك، اللي هي مثلا كونتينوس ولا ديسكريت، اللي هي ايفن ولا اود. فانت بتتكلم على اي تصنيف بالظبط؟ انا قلت لك يهمني التصنيفين دول. اول حاجه هل هي بريودك ولا نون بريودك، تمام. تاني حاجه هل هي كونتينوس ولا ديسكريت. عشان خلي بالك من حاجه، عشان تعرف بس العظمه اللي فوريير عملها. فوريير ما استخدمش او ما طبقش النظريه بتاعته على نوع واحد بس من الموجات. ما قالكش مثلا ان انا هطبق ده على الكونتينوس، ولكن والله لو الموجه طلعت، لو يعني لو الفانكشن اللي عندك ديسكريت، والله انا ماليش دعوه، انا مش هتصرف، انا ماليش دعوه بالموجه ديسكريت. لا طبعا هو ما عملش كده، هو حدد طريقه لكل حاجه، طريقه للفانكشن او للسيجنال وهي في كونتينوس وبريودك مثلا، وطريقه لو هي كونتينوس ونان بريودك، وطريقه ثالثه لو هي ديسكريت وبريودك، وطريقه رابعه لو هي ديسكريت ونان بريودك. يبقى حد خد باله ليه احنا دلوقتي بنتكلم في اربع محاضرات اللي احنا هنتكلم على كل ايه، على كل توزيعه من السيجنال، اللي هي لما تكون كونتينوس وبريودك، كونتينوس ونان بريودك، ديسكريت وبريودك، ديسكريت ونان بريودك. تمام، يبقى انا عشان كده هنتكلم في اربع محاضرات، ولكل سيجنال، كل نوع من السيجنال هناخد عليها محاضره. يعني خلي بالك دلوقتي اول محاضره مثلا احنا هنتكلم عن ايه، احنا بنتكلم ان الانبوت سيجنال، ان الانبوت سيجنال اللي هي السيجنال في التايم دومين عباره عن بيريودك سيجنال وعباره عن كونتينوس سيجنال. تمام، يبقى دي ليها طريقه اللي هي الفوريير سيريز. بعدين في ليكتشر 8 هنعرف ان الانبوت سيجنال ممكن تكون مثلا حاجه ثانيه اللي هي هنشوفها كمان في الفيديوهات الجايه. يعني اللي انا عايز اقوله لك ايه، ان هو اخترع طريقه او عمل طريقه لكل ايه، لكل نوع من انواع السيجنال، اللي هو لما تكون بريودك مره، لما تكون كونتينوس، لما تكون بريودك وكونتينوس مره، لما تكون نون بريودك وكونتينوس مره، وهكذا، اللي هي التوزيعات اللي احنا اتكلمنا عنها. تمام، وخلي بالك فرق ما بين حاجتين مهمين جدا، فرق ما بين الانبوت سيجنال والاوتبوت سيجنال. الانبوت سيجنال ديت اللي هي السيجنال اللي دخلنا، اللي دخلنا اللي احنا لسه عايزين نعمل لها ايه، عايزين نعمل لها الفورير ترانسفورم، يعني عايزين لسه نحولها للفريكوانسي دومين. تمام، يبقى دي الانبوت سيجنال لسه وهي داخله على الايه، على طريقه فورير. الاوتبوت سيجنال دي بعد ما طلعت بقى، بعد ما هي بقت في الفريكوانسي دومين. يبقى خلي بالك لكل، برضو لكل طريقه، يعني مثلا الفورير سيريز لازم تعرف السيجنال وهي داخله كانت ايه، كانت بريودك وكونتينوس، وهي طالعه كانت ايه، كان نون بريودك وديسكريت. تمام، يبقى مثلا كانت بالشكل ده، يبقى في الفورير سيريز اللي هي اول طريقه احنا هناخدها، السيجنال كانت بالطريقه ديت اللي هي كونتينوس وبريودك. لو حاسس ان هي قاعده بتتكرر اكتر من مره، طلعت بقى الاوتبوت طلع ايه. طبعا الاوتبوت عارفين ان هو بقى في الفريكوانسي دومين، وده هي الفريكوانسيز اللي عندي، صح ولا لا؟ تمام، يبقى ده دي مجموعه الفريكوانسيز، وده في الفريكوانسي دومين، ولاحظ ان هي هنا نون بريودك وديسكريت. يبقى خلي بالك من حاجه، انت دايما لكل طريقه تعرف الانبوت سيجنال نوعها كان ايه، والاوتبوت سيجنال نوعها كان ايه. تمام، طيب في الفيديو الجاي، دي كانت بس مجرد انتروداكشن، في الفيديو الجاي هنبدا بقى في الفورير سيريز، وهنبدا نعرف ازاي فورير حول الويف دهيت الى النون بريودك وديسكريت وبقت في الفريكوانسي دومين.